بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع يندرج ضمن استكمال هياكل المجلس المرتبطة بالمجتمع المدني ومساهمته في تدبير الشأن المحلي عن طريق الحوار والتشاور في جميع مراحل إعداد برنامج عمل الجماعة الذي يعتبر الوثيقة المتضمنة لجميع المشاريع المبرمجة داخل تراب الجماعة. وفي هذا الإطار فقد بادرت الجماعة إلى الإعلان على إبداء الاهتمام بخصوص العضوية في هذه الهيئة، وتم أيضا تعيين لجنة مكونة من المنتخبين أنيطت بها مهمة إحداثها وتبع أشغالها. وبتاريخ 2 شتنبر 2022 صادق المجلس الجماعي على اللائحة النهائية للهيئة التي تتألف من خيرة نخب المنطقة الذين سيشكلون لا محالة قيمة مضافة للجماعة من أجل تنمية منصفة ترتكز على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. ونحن رهنا إشارة هذه الهيئة لتقديم المعاذرة عند الضرورة. وفي الأخير أتمنى السداد والتوفيق لكافة أعضاء الهيئة على أمل أن يشكلوا دعامة لعمل المجلس، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.